لقد جاء يوم الحساب. ونفخ إسرافيل في السور نفخة البعث، وأخرجت الأرض ما فيها، وخرج الناس من قبورهم. فعندما فزع هذا الشاب وخرج من قبره، وجد اليوم المنتظر، إنه يوم القيامة. فماذا حدث عندما خرج من القبر؟ وماذا رأى من أهوال القيامة؟ وفجأة أحياه الله مرة أخرى، وأحيا الناس جميعا، وكان هذا يوم القيامة. فحدث للأرض زلزالا هائلا، وتشققت السماء، وكانت النفخة الثانية في الصور قد دوت، وبعثت كل من في القبور. شعر هذا الشاب بأن شيئا يجذبه للخروج، وفتح عينيه ببطء ورأى القبر من حوله يتشقق. كان جسده ينبعث فيه الحياة من جديد، تحرك في ضيق القبر حتى انفجر التراب عنه، فوجد نفسه واقفا في أرض غريبة لم ير مثلها من قبل. كانت الأرض مستوية تماما بلا تضاريس، تمتد إلى ما لا نهاية. السماء فوقه مشقوقة، وعناصر الكون في حالة من الفوضى العارمة. نظر هذا الشاب حوله ورأى الناس يخرجون من القبور، البعض يصرخ والبعض الآخر مذهول. أصوات الهلع كانت تعلو وتتصاعد مع كل لحظة. رأى الأمهات يهربن من أبنائهن، والجميع مشغول بنفسه، وكان الهلع يسري في كل نفس، بينما كان هذا الشاب يراقب هذه المشاهد المرعبة. تذكر ما قرأه في الدنيا عن يوم القيامة، تذكر الآيات التي وصفت هذا اليوم المشهود، وها هو الآن يعيشه حقيقة، وكل ما كان يملكه في الدنيا قد تبخر، لم يبق معه إلا عمله. مرت لحظات من الخوف والتوتر، حتى جاء صوت عظيم يملأ الكون: هذا يوم الوعيد. انقسم الناس إلى مجموعات، كل يتجه نحو مكان معين. كانت الوجوه تختلف بين منير ومظلم، بين مغموم وسعيد. حاول هذا الشاب أن يفهم إلى أي فريق ينتمي. شعر بالخوف يتسلل إلى قلبه، لكنه تذكر أن عمله في الدنيا كان مخلصا لله. لم يكن من المثاليين، لكنه اجتهد قدر الإمكان. ولكن من هول ما يحدث كان لا يأمن أحد النجاة من غضب الله. بدأت الصحف تتطاير في السماء، وكل شخص يحصل على كتابه. رأى هذا الشاب كيف تسقط كتبهم في الشمال، وتغمرهم الصراخات والحسرات. كان الفزع يتزايد، ثم جاء دوره، ومد يده بتوتر شديد، وإذا بصحيفته تسقط في يمينه، فوجد سيئاته قد تبدلت إلى حسنات. رفع يده مكبرا ومهللا، ورأى الملائكة تسوق المجرمين إلى المحشر، حيث سيحاسبون على كل صغيرة وكبيرة. وكان المنظر مرعبا، لكنه شعر براحة لأن كتابه كان في يمينه. بدأ الحساب، وهذا الشاب يسير مع المؤمنين نحو عرش الرحمن، وظهر عرش الرحمن في مشهد جليل، والملائكة تحيط به من كل جانب. تقدمت الملائكة بأعمال الناس وعرضتها على الخالق، ورأى هذا الشاب كيف تعرض أعمال الظالمين والمنافقين، وكيف كانوا يرتعدون من الخوف ووجوههم مسودة. أما المؤمنون فقد كانوا ينتظرون بوجوه مشرقة. عندما جاء دور هذا الشاب، وقف بين يدي الله. لم يكن من أصحاب الأعمال العظيمة، لكنه كان يتمنى أن يقبل الله منه التوبة. وبدأ الحساب يعرض أعماله. كانت هناك ذنوب كبيرة، لكن بدلها الله له بحسنات. وتذكر هذا الشاب عندما عاد تائبا إلى الله، وكان يطيع والديه، وكيف كان يحرص على صلاته، وكيف كان يشارك في أعمال الخير، فشعر بالسعادة الغامرة. وبعد الحساب جاء دور الجنة والنار. رأى مشاهد من أهوال النار، حيث الكافرين والظالمين يجرون بالسلاسل، والصراخ يملأ المكان. كان المنظر لا يحتمل،
لكن سرعان ما حول نظره إلى الجنة، حيث وجد أنوارا ساطعة وملائكة تفتح أبوابها للمؤمنين. كان هذا هو الموعد المنتظر. وقبل دخولهم إلى الجنة شربوا من حوض الكوثر، وهو حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وشربوا شربة لم يظمأوا بعدها أبدا. سار هذا الشاب مع المؤمنين، وأخذتهم الملائكة إلى بوابة الجنة، وكانت البوابة عظيمة، وعلى رأسها كلمات من نور تقول: هذه جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب. ثم دخل هذا الشاب الجنة ووجد نفسه أمام منظر لا يوصف: أنهار من عسل ولبن، وقصور من ذهب وفضة، وأشجار لم ير مثلها قط. ورأى الحور العين يستقبلون المؤمنين باحتسام، ورأى الأنهار تجري من حوله، والثمار تتدلى في كل مكان. شعر هذا الشاب وكأنه قد دخل عالما مختلفا تماما عن الدنيا. كانت الجنة أجمل وأعظم مما تخيل يوما. وجلس تحت شجرة عظيمة وأخذ يتأمل جمال الخلق وروعته. كان النسيم عليلا والأصوات من حوله مليئة بالسلام. ثم ذهب مع المؤمنين إلى الرسول ليجلسوا معه وتجمعوا حوله فرحين بما آتاهم الله من فضله. ثم التفت هذا الشاب إلى أحد الملائكة وسأله: يا أخي، أين بقية أهلي؟ فأجابه الملك بلطف: اصبر قليلا فهم سيلحقون بك. شعر هذا الشاب بالطمأنينة أكثر، وأدرك أنه لن يفقد أحبته في الدنيا ما داموا من الصالحين. وبعد لحظات من الراحة والاستجمام في الجنة شعر بشيء مختلف. كانت روحه خفيفة وسعيدة، لكنه أدرك أنه لا شيء في الدنيا أو الآخرة يشبه هذا الشعور. إنه الخلد، لا مزيد من التعب أو الألم، ولا مزيد من الحزن أو الفراق. كان يعلم أنه في الجنة للأبد. وبينما كان يجلس تحت الشجرة مستلقيا على العشب الأخضر الناعم، أخذ يفكر في رحلته من الدنيا إلى الآخرة. تذكر كيف كان الإنسان ضعيفا في الدنيا، وكيف كانت الأهوال في يوم القيامة، لكنه الآن في مكان لا تعب فيه ولا شقاء. ورفع يديه إلى السماء وقال بصوت يغمره المنة: الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك أن أقول زورا أو أغشى فجورا أو أكون بك مغرورا. اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن دعاء لا يسمع، ومن نفس لا تشبع، ومن علم لا ينفع. لا تنسى الاشتراك بالقناة، فنحن نتجمع على حب رسول الله.